السلام عليكم. اليوم جيت نوريكم هذا الحمام هذا اللي غنعاودوا لانستالاسيو ديالو، اللي كان هنايا واحد البينوار تاع الدوش، وهنايا لافابو برجل ديالو، وهذه هنا بلاصه التواليت اللي كانت في هذه البلاصه هذه، وهذا هنايا كاين البيدي اللي هما الجعاب ديالو تا هما، وهذو هنايا جوج جعاب ديال البرد والسخون اللي كانوا دايرين واحد البلاصه ديال الشوفو في التواليت البلديه اللي غيت انا اللي غيت حيد لاختاش الدار في الكوزينه. وهنايا مشاو الجعاب باش دازو في الارض كما كتشوفوا هنايا، دازو في الارض باش مشاو للكوزينه. دابا غنعاودو لانستالاسيو كامله لاختاش هاد الجعاب كاملين تبوراو. لاحظوا معايا هنا شوف كيفاش ولا هاد الكود بصداو البوراج اللي ما بقاش صالح، لاختاش مع المده غادي الفويت. هادشي علاش غنعاودو لانستالاسيو كامل بي بي ار زرق ديال الطاليان برومي شو، وغنوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش على بركه الله.
بعد ما حيدنا الجعب اللي كتشوفوا كما كيبان لكم تاع الحديد، داكشي اللي ما عندنا ما نديرو به، خلينا غير البلاصه اللي غنبرونشيو فيهم مثلا بحال هذيك البلاصه لهي. دابا غادي نحاولوا غنربطوا البلاصه كاملها كابلا بي بي ار كما كتشوفوا معايا. دابا البياس كاين جوج، كل حاجه من هنا كاينه، هادي تي فيلطاج كتسود من جوج جهات، وهنا الفيلطاج فين كيركب الروبين، وهادي تي سامبل كتسود من ثلاثه الجهات، يعني غتعطي ثلاثه ديال لي بارتي. وكاين لي كود سامبل وكود فيلطاج. هذا كود فيلطاج كيكون فيه الروبيني، هذا كود سامبل كيتسود حتى هو بجوج جهات. كود سامبل يعني كيكون كيتسود بجوج جهات، كود فيلتي كتكون فيه واحد الجهة فيها الفيلطاج، واحد الجهة كتسود بي بي ار. هذا بي بي ار طاليان زرق، كاين خضر حتى هو تركيا، وكاين خضر وكاين زرق حتى هو تركيا. هذا كود ابليك دوبل كيكون ملاصق هكا، هذا غالبا كيتخدم مع ابارو، كيدار بلاصة الميرونجور باش كيكون شاد كيما كنقولو ركاب ميزان، يعني كيما ركبتي ركب الميرونجور، ركبتي عوج هكا ولا هكا من تحت الفوق غيركب الميرونجور، كيتبعو دايما كيكون الميزان هادو، تا هو كيكون كيتسود من واحد الجهة، هاد الجهة فين كيركب الفيلطاج، كيركب الراكور ديال الميرونجور ولا. المهم غالبا حنا كنديرو بلاصة الميرونجور واخا يكون هو كيتخدم ابارو ولا بلاصة الفيسات، كنخدمو كاستر باش كاين ما كنحاولو باش ما يمشيش يتعوجنا فاش يكون بيت كاسترا ما يعوجش. هذا كتسمى كود دودال او كيما كنقولو شابو جوندا. هذا ملي كتكروزا جعبه مع جعبه كيكونو غادي بجوج، وحده غطلع وحده غدا كتكروزا، كنديرو واحد مع الجعبه كيجي بحال هكا على الزائد، يعني كتكون جايه الجعبه من هنايا خارجه من ليه، والاخرى غتكون طلع مثلا الميلونجي نتاع الدوج اللي غادي نشوفو كتكروزا معاه كتكون ديزاين. هنا راكور مال راكور فيلم، راكور مال هو اللي كيكون خارج فيها الفيلطاج، وراكور فيلم هو اللي كيكون داخل فيها الفيلطاج، وجوج مال كيكون عاوتاني كيتسودو بالبائر. مثلا كيكون عندك شي فيلطاج ديال الحديد كتبغي تراكورديه، إلا كان هاد الفيلطاج اللي فيه ميل كنديرو له الما كيتراكوردا معاه. من بعد كنكملو على بي بي ار، و إلا كان العكس إلا كان هاد الفيلطاج هاد الحديد مال كنردوه في الميل. هدا روبيني داري سانيتير، كاين روبينات اخرين كيكون عندهم راس البلاستيك ساهل، لكن كنفضلو نديرو هدا باش كيجي خارج وبراتيك حتى في الخدمة ديالو، ستر الحلال ساهل. عندو قطعة ديال الميلونجور كتسمى روبيني داري سانيتير. هدا مونشو سامبل، هدا باش كنلقم، ملي كتكون ديك الجعبة مواصلاش كتلقم، ملي كتكون مثلا عندك الجعبة كتكون فيها 4 متر، ملي كتكون عندك كتر من 4 متر كتلقمو بها. مونشو سامبل كيتسود بجوج جهات. كيما غتشوفو معايا دابا حنا غندوزو لانستالاسيون، ملي هادشي كامل اللي حيدنا الجهة هنا غنعاودو بي بي ار وغنموديفي، غنديرو بلاصة البيدي بلاصة الدوش غيتحيد تحيد البينوار، درنا بلاصة الدوش بلاصة التواليت ولا you
Thank you.
بعد ما سير الانستالاسيون كما كتشوفوا هذا هو القفص ديال الطواليت وهذا الروبيني ديال لاشاس وهذه البارد والسخون ديال الدوشيت ديال الطهارة وهذا هنايا لافابو فين غيكون الموبل هزينا له القفص ديالو من الارض 50 سنتيم وهذه هنا الميراجور ديال الدوش وهذا واحد رشاشة اونكاستري كتكون في وسط الحيط وهذا القفص ديال الماء ديال الدوش هنا دزنا عطينا درنا هنايا روبيني داري ديال لابارتومون
وهذه بلاصه البيدي تاعي البرد والسخون والقادوس ديالها. وهنا مشينا لهاد دوك الجعاب اللي جايين في الارض اللي غادي للكوزينه كما كيبان لكم. هذا هو لاستراسيور اللي دوزنا حتى يدوز الليج عاد نكملو ان شاء الله السانيتير ديالنا. من بعد ما ساينا لاستراسيو ديالنا دوزنا السانيتير كما كتشوفوا معايا. هذه الرشاشه اونكاستري في الحيط شكل كاري حتى حاولنا نخدموه هنا على الشكل الكاري. كلشي درناه كاري باش عطاه واحد الشكل زوين في الحمام. هذا السيفون كانيفو كيتسمى كيعاون على الماء باش يمشي دغيا. هنا درنا واحد الدوشه الطهاره فيها برد وسخون الشكل ديالها حتى هي زوين. وهذه الطواليط كاريه وحاولنا نديرو حتى هاد البوله هادي هي كاريه. وهذا البلافون ديال لامسترونغ ماشي القبس، هذا كيتسمى لامسترونغ مكيتأثرش بالماء كيعطي المنظر زوين. وهو البيدي تا هو كاري. هذا هو الشكل النهائي ديال الحمام. وهنا مازال غيدار واحد الساج ترومبي في الدوش. وكنشكركم على المتابعة، واللي عنده شي تساؤل يخلينا في التعليق وشكرا لكم.